واحد من المساجين كان في عصر لويس الرابع، كان محكوم عليه بانهاء حياته. كان الراجل ده مسجون في سجن القلعه، ما كانش فاضل على ميعاد تنفيذ الحكم الا ليله واحده. وفي الليله دي اتفاجئ السجين بباب الزنزانه بيتفتح، ولويس بذات نفسه دخل عليه مع الحراس وقال له انا هدي لك فرصه واحده، لو استغلتها صح هتعرف تفلت من الحكم. في مخرج واحد في السجن ده من غير اي حراسه، لو عرفت توصل له هتتمكن من الخروج، بس لو ما عرفتش توصل له الحراس هيجوا مع شروق الشمس علشان ياخدوك ينفذوا فيك الحكم. خد لويس الحراس بتوعه وخرج من الزنزانه. بعد لما فكوا السلاسل اللي في ايد الراجل بدا يحاول وبدا يفتش في الزنزانه اللي هو مسجون فيها، وبدا يشوف الامل لما اكتشف غطا مغطي فتحه تحت رجليه على الارض، ولما فتحها لقاها فيها سلم صغير بينزل على سرداب صغير. بعد كده لقى سلم صغير تاني طالع لفوق، قعد يطلع ويطلع ويطلع وبدا يشم ريحه الحريه. كان خلاص حس بالامل ولقى نفسه في نهايه البرج بتاع القلعه. كان البرج ده عالي قوي لدرجه ان هو ما كانش شايف الارض، ولما زهق رجليه خبطت في الحيطه فحس ان في حجر في الحيطه بيتحرك، فقعد يهز في الحجر لقى فعلا بيتحرك. قعد يحرك فيه لغايه اما شاله لقى سرداب تاني، بس السرداب ضيق جدا يا دوبك يعرف يسحب فيه. وبدا يزحف بدا يسمع صوت ميه، الامل زاد عنده لان القلعه دي بتطل على النهر. قعد يسحف يسحف بس للاسف لقى النافذه اللي في اخر السرداب مقفوله بالحديد. كان شايف النهر من ورا الحديد بس ما عرفش يخرج، وقعد طول الليل يفكر ويحاول ويشوف بوادر امل، وكل البوادر كان بتقول ان هو ممكن يخرج بس كلها فشل. الليله الاخيره عدت وبدا شروق الشمس يدخل من الشباك، وفجاه لقى لويس داخل عليه الزنزانه وبيقول له انا شايفك لسه هنا. المسجون قال له انا كنت فاكرك بتتكلم بجد. قال له لويس انا فعلا كنت بتكلم بجد وكنت صادق معاك. فالمسجون رد عليه وقال له انا ما سبتش حته في الزنزانه ما حاولتش اخرج منها، ازاي بتقول لي ان انت صادق؟ قول لي فين المخرج طيب؟ لويس قال له ساعتها انا كنت سايب لك باب الزنزانه مفتوح وما قفلتهوش انا والحراس. دايما الانسان مننا بيحط لنفسه صعوبات وقيود بتعمي عينه عن الحقيقه، حاجات بيلتزم بيها ملهاش اصلا وجود في الواقع، بس هو بيبقى مقتنع تمام الاقتناع لغايه اما الصعوبات دي بتهد وبتهد حياته. حياتنا ابسط من كده بكتير، ممكن نقعد نفكر في مخرج للزنزانه كتير، بس ممكن يكون الحل ان الباب مفتوح واحنا اللي ما فكرناش نفتحه. الحياه بتكون صعبه لما الانسان بيصعبها على نفسه. خليك ايجابي وبص للامور ببساطه، الدنيا مش مستاهله، كلنا اموات والفرق في الاوقات. انتوا كنتوا بتسمعوا ايمن الجوهري.